ومن البصيرة التي ذكرها اهل العلم هي العلم بحال المدعو. وسياتينا ايضا بحديث معاذ انه فعلا كان على بصيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فاعلمه بحال القوم. فمن البصيره ان يعرف الانسان حال الذين ياتيهم، كيف يدخل اليهم؟ ما هي شبهاتهم؟ كيف يرد عليها؟ ما هو مستواهم العلمي؟